بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب أكرمنا بجاه نبينا كرما تبلغنا به المأمولا، واغفر جناياتنا وستر كأولنا، واجعل جميع صنيعنا مقبولا. يا رب صل على النبي الهادي واختم لنا بالخير والإسعاد، اللهم أمين يا رب العالمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من نوابغ مصرية. مصر بلد الأصوات الندية، بلد القراء، بلد المبتهلين، بلد المنشدين، وفي أزهرنا الشريف صغيرنا كبير. معنا النهاردة ابننا المنشد عمر عماد. أهلا يا سيدنا الشيخ عمر. الحمد لله كويس، منورنا. دمك والله شيخ، ومنور الدنيا كلها يا شيخ عمر. دمك يا شيخ. نبدأ على طول عشان نستمتع بقى بصوتك الجميل. يا من له ستر علي جميل. إن شاء الله. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبوله. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبوله. أدنيتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد، فلك المحامد، فلك المحامد والمحاسن والثناء. يا من هو المقصود والمسؤول. سبحانه وتعالى، ربنا يفتح عليك يا شيخ عمر. الستر يا اخواننا نعمه من نعم ربنا، وسترك اولنا، واجعل جميع صنيعنا مقبولا. عارفين لو الذنوب لها رائحه مفيش حد منا يجلس بجوار احد. ستر الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. نعمة الستر دي نعمة من أعظم النعم، ربنا يديم علينا نعمة الستر، اللهم أمين يا رب العالمين. ده بنسميه في علم الإنشاد ابتهال. في بقى مجهز لنا أناشيد في مدح سيدنا النبي إن شاء الله. طيب هنروح فاصل ونرجع بقى نمتع السادة المشاهدين بالمدائح النبوية والصلاة على خير البرية. خليكم معانا وصلوا على سيدنا النبي. بسم الله، وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. رجعنا لحضراتكم تاني، ودايما بقول لكم كده إن الصلاة على سيدنا النبي تجارة رابحة لا يخيب قائلها ولا مرددها. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يا شيخ عمر، ليصلى على سيدنا النبي مرة ربنا يصلى عليه كم مرة؟ عشرة. طب واللي صلى عليه عشرة يصلي عليه ربنا 100، واللي صلي على النبي 100 ربنا يصلي عليه 1000. سمعنا بقى: صليت عليك يا نبي
وصلى علي الله. صليت عليك يا نبي وصلى علي الله، ونويت أزور النبي وامدح لوجه الله. صليت عليك يا نبي وصلى علي الله، ونويت أزور النبي وامدح لوجه الله. الله يا رسول الله، أمانا يلي نوينها زيارة الطه حبينها، هتقروا الفتحة في الرضا وسلامي للي ساكنها. أمانا يلي نوينها زيارة الطه حبينها، هتقروا الفتحة في الرضا وسلامي للي ساكنها. واخدني الشوق أروح وأدوه، واخدني الشوق أروح وأدوه، ولهفت قلبي حسنها، ولهفت قلبي حسنها. خدني الغرام أروح له يوم وأزوره، واشكي له حرقة قلبي وآه قولوله، أنا عايش بشوق له من زي سيدنا رسول الله ينجينا، ويطيب جرح اللي بيهواه ويحمينا، والحب ده شرع عمنا. أمانة يلي نوينها زيارة لطه حبينها، هتقروا الفتحة في الرضا وسلامي للي ساكنها. واخدني الشوق أروح وأدوه، ولهفت قلبي حسنها، ولهفت قلبي حسنها. خدني الغرام أروح له يوم وأزوره، واشكي له حرقة قلبي وآه قولوله، أنا عايش بشوق له من زي سيدنا رسول الله ينجينا، ويطيب جرح اللي بيهوى ويحمينا، والحب ده شرع عمنا. أمانة يلي نوينها زيارة طه حبينها، هتقروا الفتحة في الرضا سلامي للي ساكنها. واخدني الشوق أروح وأدوه، ولهفت قلبي حسنها، ولهفت قلبي حسنها. حلفتكم بالغالي وأنا بتمنى تحنوا ديكم من تراب الجنة، وتكحل عنيكم بنداها، وعرفونا يما خلاص هتجونا، ناخدكم بالأحضان وضحكة حنونة، ونشم ريحة سيدنا رسول الله. أمانة يلي نوينها زيارة لطه حبينها، هتقروا الفتحة في الرضا سلامي للي ساكنها. واخدني الشوق أروح وأدوه، ولهفت قلبي حسنها، ولهفت قلبي حسنها. الله يفتح عليك. شكرا. ما شاء الله. أمانة يلي رايح لسيدنا النبي تسلم عليه، وربنا يرزقنا وإياكم الزيارة عما قريب. منى نفسي أيا خير الأنام، أراك بيقظتي مثل المنام، فسل مولاك يا نور الظلام، يؤهلني لشامخ ذا المقام. اللهم صل وسلم وبارك
على الحبيب الشفيع سيدنا محمد. لسه معانا كتير مع الشيخ عمر، خليكم معانا، أروح فاصل وارجع لكم تاني. صلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لحضراتكم تاني ولسه مع المدائح النبوية والصلوات على خير البرية عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية. يا شيخ عمر، من الأناشيد المشهورة قوي والناس بتقولها المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والإيه تاني؟ لك يا رحنا من تراني مين. طب قول لنا المسك فاح. يلا ماشي. المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. أشكي لمين وجدي وحالي، وأقول لمين النبي غالي، إيه اللي غير أحوالي، إيه اللي غير أحوالي غير الغرم برسول الله. المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. يا صاحب المقام العالي بك الدنيا تحلالي، يا صاحب المقام العالي بك الدنيا تحلالي، يا نبينا انت علينا غالي، يا نبينا انت علينا غالي، يا محمد يا ابن عبد الله. المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل على الحبيب الشفيع. عايزين حاجة تانية كمان كده يا شيخ عمر. ماشي. ها تقول لنا ايه؟ لك يا رحمن تراني مين. لك يا رحمن تراني مين. اتفضل. لك يا رحمن تراني مين، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن تراني مين، سبحانك أنت المتعال. أدعوك بقلب مكلوم قد مل جحيم الأغلال. لك يا رحمن، لك يا رحمن تراني مين، سبحانك أنت المتعال. يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي، يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي، فإلى من ألجأ في الحشر. يا ربي فكسر حسناتي، فإلى من ألجأ في الحشر. يا ربي فكسر حسناتي. لك يا رحمن، لك يا رحمن تراني مين، سبحانك أنت المتعال. أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي، أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي، وتسامت روحي في العليا.
فغسلت ذنوبي من دمعي وتسامت روحي في العلية فغسلت ذنوبي من دمعي لك يا رحمن لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال أنا في جنات أتمشى لما أصبحت له خاضع أنا في جنات أتمشى لما أصبحت له خاضع لم أرهب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته خاضع لك يا رحمن لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال سبحانه وتعالى لك يا رحمن ترانيمي لا أخشى سواك ولا أعبد إلاك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين ربنا يبارك فيك شيخ عمر شكرا لحضرتك يا شيخ وتبقى شيخ كبير قد الدنيا إن شاء الله ويبارك في أولادكم وبناتكم وربوهم على القرآن وعلى حب حضرة النبي وإن شاء الله يكونوا ليكم نبراس يوم القيامة اللهم رب لنا أولادنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.